هذا الموضوع. انتخابات 12 ديسمبر، الجزائر محط أنظار واستفزاز الاتحاد الأوروبي، الجزائريون بصوت واحد، أزمتنا السياسية شأن داخلي. يحضر معنا عبر الهاتف في مداخلة على المباشر السيد نور الدين بالمداح البرلماني عن الجالية الجزائرية. أهلا بك سيد الكريم. أهلا وسهلا أخي وشكرا على الاستضافة. جميل، تابعنا سيدي الكريم فيما يخص البيان الأخير الذي صدر منكم وبيان آخر عن الكتلة البرلمانية للاتحاد لأجل النهضة العدالة والبناء. فيما يخص التصريح الأخير لنائب في البرلمان، برلمان الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي ماريا أرينا، في الجزائريون الآن من خلالكم، من خلال النشطاء، من خلال بعض السياسيين، من خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد، ليس كذلك؟ ما يا أخي، للأسف نحن لدينا تاريخيا بعض المواقف التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، نعم، وحتى بعض نوابه ولا أغلب نوابه فيما يخص القضايا العادلة في الخارج، ولا حتى فيما يخص ما كان يحدث في الجزائر أيام العسكرية السوداء. يعني أبدا لم نجد أي دعم من طرفهم يوم كان الإرهاب يقتل الصغيرة والكبيرة والشيخة والعجوز، لم نجد أي دعم من طرفهم. ولحد الساعة كل ما تقوم به الجزائر إلا ويريدون إرجاعنا وإدخالنا في عنق زجاجة والغلق علينا. هذه النائب على كل حال هي للتنويه هي رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي. صحيح. للأسف استمعت إلى مجموعة من الأشخاص هم جزائريون، ففقط استمعت إلى طرف معين، وقامت بتصريح واتخذت موقفا حول كل ما يحدث في الجزائر دون البحث أو السماع إلى عدة أطراف أخرى ولا حتى الحديث مع بعض الأحزاب. نحن مبدأنا في الجزائر لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتالي لا نقبل أي تدخل من أي كان في الشؤون الداخلية للجزائر. هذا أمر يخص الدول الجزائرية، يخص المجتمع المدني، يخص الشعب الجزائري. لا نقبل تدخل لا من الاتحاد الأوروبي ولا من أي طرف، من طرف آخر. للأسف أنا البارحة تحدثت مع بعض أعضاء يتابع الحزب الاشتراكي البلجيكي، تحدثت مع بعض إطارات الحزب حتى ميلتهم بعض الجزائريين، وأكدوا لي أن تصريحها يلزمها هي لا يلزم الحزب الاشتراكي البلجيكي. وبالتالي هم صحفي جزائري فقط يكتب أي شيء عن أي دولة إلا وتقوم القيامة وهذا التدخل، وهم يتدخلون في شؤوننا ليل نهار دون الأخذ حتى بالاعتبار وحتى بالعرف الدبلوماسية للأسف. جميل سيدي الكريم، في نقطة أيضا أخرى مهمة ومن وجهة نظركم أيضا سيدي الكريم، ماري أرينا قالت بأن البرلمان يساند مطالب الجزائريين وذلك من خلال تنظيم جلسة استماع مع عدد من الجهات الفاعلة في الحراك. لماذا لم تتخذ هذا الموقف لما كنا في الجزائر نمر بمرحلة عصيبة وصعبة وكان الغموض يشوب الواقع السياسي في الجزائر وأيضا مستقبل الجزائر كان غامضا؟ الآن لما اتضحت الأمور واتضح كل شيء والشعب الجزائري سيتجه إلى انتخابات رئاسية في 12 من ديسمبر يصدر منها كلام من هذا النوع سيدي الكريم، كيف تعلقون ربما على هذا وكيف تعتبرونه؟ والله شوف أخي، نحن بعض الأحيان نتفهم بعض المواقف الأشخاص الذين يتم تغليطهم أو يخطئون ليس عمدا. نرجع لك لهذا النائب. هذا النائب تحدثت إلى مجموعة معينة، وحتى في جليتنا في بلجيكا، يعني لأن نتحدث بلجيكا لأن بلجيكا تدخل في إطار منطقة الانتخابية. في بلجيكا عدنا إطارات شابة وجامعيين ودكاترة وأساتذة طلبوا حتى لقاء من أجل يعطوها صورة أخرى غير الصورة التي سمعتها من طرف مجموعة من الأشخاص مع احترامتي لرأيهم، رفضت استقبالهم. وبالتالي هي تعمدت أن تستمع لطرف وتحكم على ما قاله ذلك الطرف على أساس الطرف وكأنه يمثل الحراك ويمثل كل الشعب الجزائري، وبالنسبة لي من تحدثوا لها هم أوصياء على الشعب الجزائري حتى يطالبونها بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري. ونظن هذا خطأ لا يغتفر من طرفها، وعليها كنائب أن تكون ديمقراطية حيادية تستمع لعدة أطراف، لأنه إذا كان هدفهم أن تكون علاقة مميزة مع الجزائر
فمن الأحسن أن يكونوا منصفين عادلين فيما يتخذونه مواقف تجاه الجزائر. ولكن للأسف نحن نعرف سياساتهم منذ زمن، هؤلاء يصطادون دائما في المياه العكرة ولا يريدون أي خير للشعب الجزائري ولا للجزائر، هذا للأسف نعرفها في حتى القضايا العادلة، نعرف مواقفهم داخل البرلمان الأوروبي، أين كانت عدة قضايا تناقش في الأمم المتحدة، والمتحدة تتخذ قرارات بأغلبية الدول الحاضرة حول قضايا عادلة، ويتم شراء دمم النواب الأوروبيين من أجل التصويت على قرارات ولوائح الأمم المتحدة التي تم التصويت عليها بالأغلبية. هم فقط هاد الأشخاص جاهزين من أجل أنهم يحاولوا السيطرة، خلق البلبلة ويحاولوا السيطرة على بعض الدول، ولكن هيهات أن يكون لهم ذلك مع الجزائر والشعب الجزائري. يمكن أن نعتبر كما قلت أنت سيدي الكريم أنه تم تغليطها، أو نقطة أخرى أن تصريحها كان عن قصد، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة في الجزائر كما تم الحديث في الكثير من المرات فيما يخص أدناب العصابة، فيما يخص أنه البعض يحاول أن يشوش على مجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر. هناك مصالح ضيقة لأطراف داخل الجزائر وخارج الجزائر تخدم أجندة ليس من مصلحتها أن تكون في انتخابات شفافة ونزيهة في الجزائر. بالنظر إلى هذه الظروف، بالنظر إلى الكلام الكثير الذي قيل في هذه النقطة، هل يمكن أن نلومها قليلا وأن نقول بأنه كان عن قصد؟ هل يمكن أن نطرح هذا الأمر؟ هو أنا حكمت أنه كان عن قصد، لأنني أعرف وأعلم أنه هناك إطارات من جاليتنا في بلجيكا طلبت لقاءها من أجل أن توضح لها صورة ورفضت لقاءها حتى قبل مداخلة الآن منذ نصف ساعة. نعم. تحدث إلى أحد شبابنا الذي ينشط في الجالية الجزائرية بلجيكا، وأكد لي أنهم أكدوا وطالبوا ميران تكرار لقاءها ورفضت، بينما قابلت لقاء مع مجموعة معينة من الجزائريين. وبالتالي هذا اللي خلاني أحكم أنها تعمدت الحكم بالخطأ والتدخل في الشأن الجزائري. أنا قلت لك أني البارح تحدثت مع بعض الإطارات على الحزب الاشتراكي، لأن من فروض الحزب الاشتراكي عندنا علاقات طيبة حسنة معه، من فروض نحن نتحدث عن حزب اللي هو حزب اليمين المتطرف اللي معروف أنه يعارض كل شيء وكل ما هو خير للدول العربية ولا والإسلامية، لكن هذا حزب اشتراكي من فروض أنه وقفوا معتدلة. نعم. ونحن لدينا سيدي الكريم فقط في عجالة فقط لو سمحت. نعم في الأخير فقط في عجالة لو سمحت، لأن أعود فقط إلى تصريح النائب ماري أرينا، قالت بأن البرلمان يساند مطالب الجزائريين، وذلك من خلال تنظيم جلسة استماع مع عدد من الجهات الفاعلة في الحراك الذي تعرفه الجزائر. أين هو البرلمان الآن، البرلمان الأوروبي من كل هذا؟ البرلمان الأوروبي كان ينوه أن هذه رئيسة لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان الأوروبي، وبالتالي من أجل أن تصدر أي حكم أو تدخل في الشأن السافر في أي دولة عليها أن تستمع لأكثر من طرف. لا يجب أن تستمع إلى أشخاص، مجموعة أشخاص، وتحكم على مش فقط على الجزائر في أي موقف تتخذ. لهذا قلت أنها تعمدت ذلك، واعتمدنا أن تعيد حساباتها وتعيد وتكون منصفة بالسماع إلى جليتنا في الخارج ليعطوها الصورة الحقيقية عن الوضع في الجزائر. نعم. أستاذ نور الدين بالمداح برلماني عن الجالية الجزائرية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة ولكل هذه التوضيحات التي قدمتها لنا.